استفادها العلماء كان عبد الفتاح أبو غضة رحمه الله، هذا من علماء المسلمين، توفي مؤخرا قبل سنوات، ألف كتابا طريفا جدا سماه الرسول المعلم وأساليبه في التعليم. الرسول، لأن الرسول أصلا مهمته هي التعليم، المهمة الأولى هي التعليم. قال: وأنا إنما بعثت معلما، النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فله أساليب في التعليم، لو أضفنا لأساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم الأساليب القرآنية الآن التي يذكرها القرآن، لوجدنا أن لدينا ثروة كبيرة في المجال التربوي، في كيف نربي الأجيال، كيف نعلم الناس. اليوم للأسف، اليوم لو ذهبت إلى مؤسسات بناية المعلمين والأساتذة، أي مراكز تكوين ديال الأساتذة، تجد البرامج شي حاجة كبيرة جدا، والبيداغوجيا والديداكتيك ووسائل التربية ووسائل الاتصال والأشياء كثيرة جدا وكلام كبير جدا، لكن لما نزلوا الأرض الواقع للأسف نجد شيئا آخر. لما تدخل المدرسة أو الإعدادية أو الثانوية تجد الكوارث التي تقع: احترام الأستاذ أين هو؟ حضور الدرس أين هو؟ الرحمة اللي تكلمنا عليها من المعلم والإشفاق وحب تعليم الناس، هذه أشياء نفتقدها، لأننا اهتممنا كثيرا بالجانب التنظيري، أي الجانب ديال التنظير والقواعد كيفاش نقريو، هذه شيء كثير جدا موجود عندنا، لكن لما نزلوا الأرض الواقع نجد أشياء أخرى مخالفة تماما. إذن قرأوها في قصة موسى عليه السلام، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فيجيب موسى عليه السلام يقول له: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وهذه عود مما يجب أن يلتزم به طالب العلم في المنظور الإسلامي، طالب العلم خصنا نوصيه بهذه المسألة: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. ستجدني، ما قالوش غادي نكون صابر، لا، قال ستجدني، أي أنت ستحس بي صابرا، بمعنى. وهذه جميلة جدا، الأساتذة والمعلمون يجب أن يشعروا بأن التلاميذ عندهم توصية من البيوت ديالهم بأن يصبروا على أساتذتهم، وبأن عندهم رغبة في التعلم. الآن للأسف الذي نلاحظه في مدارسنا أن الأساتذة يشعرون أن هؤلاء التلاميذ ما بغينش يقرأوا، هذا شعور الآن عام تقريبا، قولك لا، الدراري ما بغينش يقرأوا، وما عندهمش توجيه أصلا من بيوتهم أنهم خصهم يقرأوا، يعني كأن الآباء يطردوا أولادهم، المهم يخرج عليا من الدار وروح للمدرسة ولا سين فين بغيت. الآباء لا يسألون أولادهم واش قرأوا ولا ما قرأوش، واش نقرأوا مع من كانوا كذا، لا يسأل الآباء شيئا من هذا إلا من رحم ربك، طبعا كاين استثناءات. والمعلمون والأساتذة يشعرون بهذا الشعور أن هؤلاء التلاميذ إنما هم آتون ربما كرها، جايين بالدراع عليهم ما باغين يقرأوا. العلم إذا ما كانش فيه المحبة ما يمكنش يكون، إذا ما استطعناش نرغبوا ولدنا في العلم ونرغبوهم في المعرفة لأجل المعرفة. لأن حتى واحد الخطأ كبير ارتكبوه الناس وهو أنهم صاروا يربون أولادهم على أنهم يتعلمون ليعملوا ليتوظفوا، وهذه خطيرة جدا. شنو النتيجة ديالها؟ أنه يقول لك إذا كنت سأجتهد وأدرس من أجل أن أتوظف فقط، يقول لك عنده أخوه مثلا قرأ وما توظفش، يقول بالنقص علاش غادي نقرأنا يا؟ إذا كانت القرية من نحن نقصنا، يجب أن نعلم الناس أن طلب العلم مقصود لذاته، ماشي فقط باش يتوظف، ماشي فقط باش يعمل. إذا اجتهد وتعلم جيدا نصيبه في العمل راه مضمون، مضمون بالتأكيد. إذا عمركم شفتوا شي واحد يجيب 17-18 وبقبل وظيفة؟ أبدا أبدا. الذين اجتهدوا كلهم يطلبون في مناصبهم وفي تخصصاتهم المختلفة، لكن احنا للأسف كنعلمهم بأنه خصو يقراه باش يحصل على النقطة باش يتوظف، فكتكون النتيجة أنه ما يقراش، ولما يوصل الامتحان يمكن يغش ويمكن يخدع ويمكن يدير أي حاجة، وهي جاية البكالوريا وانتم غادي تسمعوا، نعم، فيعتقد أن الغش بالنسبة له حق من الحقوق، يقولك ما كاينش اللي قل عليه هذه وما منحقش الأستاذ باش يراقبني، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الغش في الامتحان هو أكبر جريمة يرتكبها المجتمع، أكبر جريمة هي الغش في الامتحانات، وأكبر جريمة يرتكبها الأساتذة الحراس هي التغاضي عن الغش في الامتحانات.